إيه، سامعني كويس يا شباب؟ اه تمام يا دكتور. تمام، يبقى احنا كده وصلنا ان احنا خدنا الدايركشنال سبريدنج، تمام، والرسم اللي احنا شايفينه دوت يعني كانه توبوجرافي كده، او شايف يعني السبيكتروم في كذا دايركشن. ده الدايركشن الاساسي بتاعك، عند كل ما ترجع زاويه اكبر شويه كل ما تلاقي السبيكتروم بتاعك بيقل شويه. وان كان اللي يهمني بصراحه المعادله ديت، تمام، انك انت بتجيب معادله السبيكتروم، بتجيب معادله السبريدنج، وحسب الاوميجا او السبريدنج بتاعك هتعمل الكيرف بتاعك، تمام. طب حاجه زي كده ممكن تتسال فيها ازاي؟ ممكن ابتدي اقول لك طب يعني ارسم السبيكتروم، او ارسم السبيكتروم عند كذا سبريدنج انجل، هترسم ده وترسم ده وترسم ده وهكذا. ممكن اقول لك طب عند سبريدنج انجل معينه هات لي انرجي بتاعت السبيكتروم ده، او هات لي اتش اس بتاعتها قد ايه، او هات لي بيك بيريود بتاعتها قد ايه. دي الحاجه اللي ممكن تعملها. اتكلمنا بعد كده على ترانسفيرد وتايم سيريز، ودي المعادله اللي انت بتقدر من خلالها لو انت قسمت السبيكتروم لكذا فريكوانسي، فممكن عند كل كومبوننت منها تطلع قيمه الويف امبليتيود الخاص بيها، اللي هي 2 الجذر التربيعي للاريا، او 2 الجذر التربيعي من قيمه السبيكتروم في دلتا اوميجا، ومنها تقدر ترسم الويفز بتاعتك وتعمل جنريتد ويف ريكورد اللي انت عايز تعمله سواء بالكمبيوتر او بايديك. طيب في انواع اخرى من السبيكتروم هنبتدي ندرسها، تمام. في حاجه اسمها الفاينايت ديبس، بس تعالى اول نبتدي يعني ناخد فكره كده لحاجه، فكره جديده شويه قبل ما نخش على الويف ستيت. انا عايز بس ارسم لكم زي سكتش كده، تمام، وهقول فيها المنظر الاتي. لو اجي السبيكترم بتاعي، ماشي، وادي شكل السبيكترم، الدايركشن ده كده، ده كده الاوميجا، والدايركشن ده عباره عن الامبليتيود سكويرد، او اي حاجه هقول دي عباره عن اس اوف اوميجا. والسبيكترم ده احنا اتفقنا احنا مقسمينه مجموعه من الكومبوننتس عشان اعرف اتعامل معاه، بس يعني مش اكتر من كده، لازم اقسمه لاجزاء صغيره عشان اعرف اتعامل معاه، سواء بالكمبيوتر هقسمه اجزاء صغيره او بايديا. طيب انا هعمل حاجه ثانيه اسمها ترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن دي عباره عن حاجه ثانيه، فانكشن ثانيه او سبيكتروم ثاني والسبيكتروم الثاني ده بياخد شكل معين، تمام، وبرضه متقسم نفس التقسيمه. اللي هيحصل معايا برضه كده اوميجا، ودي كده هو عباره عن حاجه ثانيه اوف اوميجا، حلو، هنا هو تي اوف اوميجا. اللي هيحصل معايا ان انا هاخد كل كومبوننت من ديت وهضربها في كومبوننت دي سكويرد، تمام، وهاخد كل كومبوننت دي اضربها في هنا وهكذا، وهيطلع معايا سبيكتروم ثالث طبقا اللي حصل ضرب ديت في ديت. طبعا هنا في كلام خطير قوي، ازاي يعني؟ فرضنا انك انت عندك السبيكتروم ده شكله مش كده، فرضنا السبيكتروم بتاعك ده هنا او الترانسفير فانكشن شكلها كده كلها نفس القيمه واحد، فبالتالي حصل ضرب ده في ده هيديك نفس السبيكتروم اللي موجود هنا اهو، هي بالظبط. طب فرضنا السبيكتروم دوت عباره عن واخد شكل في بيك معينه هنا اهو وباقي اصفار، فصفر في اي قيمه هيديك صفر، ولكن وهنا صفر في اي قيمه هيديك صفر، الحته المشتركه اللي بينهم اللي هي دي هيبقى ليها بيك معينه بالمنظر ده. طب فرضنا انك انت عندك البيك بتاعتك موجوده هنا اهو، وبقيت هنا اصفار، فبالتالي اما تضرب هنا في ده هيديك بيك معينه هنا وباقي اصفار. طب فرضنا انك انت عندك الشكل الكيرف منظره كده، هتلاقي في منطقه منها كلها واحد او القيمه بتاعتها بواحد، اللي هي المنطقه دي هيكون نفس شكل السبيكتروم، بس يجي منطقه معينه يبتدي ينزل مره واحده بشكل كده. طيب انا ليه عايز اقول الكلام ده؟ لان اوقات انت بتلجا للفانكشن، للترانسفير فانكشن دي احنا لجأ لها كتير قوي، تمام، ان انا هقول لك في ترانسفير فانكشن معينه هتدخل بيها قيمه الويف او قيمه الامبليتيود وهي تديك تاثير. هنعمل الكلام ده في ايه؟ هنعمل الكلام ده في حاجات كتير قوي، يعني ممكن تبقى ترانسفير فانكشن ديت عباره عن ريسبونس،
يعني ممكن اقول لك ترانسفير فانكشن هي لايك ايه، يعني لايك مثلا ممكن تكون ريسبونس للمركب، يعني المركب بتريسبونس عند كل ويف بطريقه معينه. ممكن يكون ترانسفير مثلا عشان خاطر عشان كالكوليت الفيلوسيتي ات سام وير، عايز احسب الفيلوسيتي بتاعه الويف. يعني ممكن تبقى عندي مثلا الايدل ويف شكلها هنا كده، ودي هنا السيبت، فانا عندي الاس اوف اوميجا دي بتجيب لك الامبليتيود، لكن عايز اجيب الفيلوسيتي في مكان ما هنا، فده ترانسفير عشان تعمل كالكوليشن للفيلوسيتي. تمام. ممكن برضو بتعمل حاجه للبريكنج بتاعه الويفز. ممكن اعمل فانكشن ثانيه، لو فرضنا ادي الويف بتاعتي بالمنظر ده، وادي السيبت، وادي السيبت، بعدين السيبت بيقل جامد قوي، فبيحصل هنا بريكنج في المنطقه ديت. فمنطقه البريكنج دي بعملها من خلال المعادله اللي تعمل بريكنج لاي ويف، بدخلها كانها ترانسفير فانكشن، بحسبها طبعا بطريقه ما، ودخلها تديني تديك الويفز اللي اتبقت بعد البريكنج قد ايه. تمام. فهي دي كلمه ترانسفير فانكشن، انا باخد السبيكترم ده وبحوله الى سبيكترم تاني لحاجه تانيه انا عايزها. ممكن تبقى ريسبونس للمركب، تمام، هيقول لي حركه المركب في اي حركه من حركات المركب، تطلع وتنزل قد ايه، بتلف قد ايه، بيسموه هيف او رول موشن او بيتش موشن. او ممكن بيعملها ترانسفير عشان احسب فيلوسيتي في منطقه ما في البحر، عندي مثلا بايب لاين موجود في سي باد هنا، وعايز اعرف الفيلوسيتي حواليه قد ايه، فده اللي هو بيديك الفيلوسيتي سام وير في البحر في مكان ما. ممكن عشان خاطر اشوف لو انا البحر ده وصل لحته فيها بريكنج ويفز، هشوف يا ترى الكلام ده وصل لايه. بس مش ده بس، انت ممكن يبقى عندك منصه في وسط البحر، تمام، واطلع سبيكترم للستريسز اللي فيها. اللي عايز اقول لكم فيها ان بقت كده لغه السبيكترم دي زي لغه انترناشونال، حاجه كده يعني الناس كلها بتتكلم بيها في الهندسه. انا بطلع سبيكترم لاي حاجه، عايز اطلع سبيكترم للديفورميشن بتاع الجاكيت ده، عايز اطلع سبيكترم للستريسز للفتيج اللي هيحصل للجاكيت ده. فبقت كلمه سبيكترم اي علاقه ما بين الاوميجا وما بين الامبليتيود سكويرد او الريسبونس او 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 من خلال السي سبيكترم مضروب في ترانسفير فانكشن. ترانسفير فانكشن دي بقى هتحولي السبيكترم ده لحاجه ثانيه. مفهومه يا جماعه ولا فكره مش باينه قوي؟ تمام. يعني انا بالنسبه لي كده السبيكترم بتاع البحر ده الانبوت، ايوه واطلع منه الاوتبوت بقى اللي هو الريسبونس عن طريق الترانسفير فانكشن. الله ينور عليك. ممكن يبقى ريسبونس على فكره، ممكن يبقى حاجه ثانيه، يعني ممكن اطلع مثلا فيلوسيتي بتاعت البحر في حته معينه، ممكن اطلع بريكنج للويفز اللي اتبقت، او السبيكترم ده هيتحول مثلا قدام شويه عند الشالو ووتر هيتحول يبقى شكله ازاي. ممكن يبقى حاجات كثيره. احنا النهارده هناخد واحده من دي، هناخد بريكنج ويفز بشكلها ازاي، يعني ازاي السبيكترم ده بتاع الويفز ازاي هيتحول في الاخر الى حته فيها حصل فيها بريكنج. ده اللي احنا هناخده النهارده، بيسموها ثانيه واحده اجيبها لكم. بيسموها تي ام اي سبيكترم او فاينايت ووتر ديبث سبيكترم، دي موجوده في دي ان في جي ال ارتكل رقم 356. تعال نشوفها كده، الارتكل رقم 356 بتقول لك ايه. احنا طبعا يعني دلوقتي احنا في السنه اللي قبل البكالوريوس، او في منكم ناس كثيره بكالوريوس، فاحنا بنشتغل على طول من الكود، يعني تبقى حاجه كويسه. التي ام اي سبيكترم اللي هو فاينايت ووتر ديبث سبيكترم فور نون بريكنج ويفز. بص هنا بقى مجال كتب وقال لك ايه دكتور، بس غير الشير سكرين بس على ال انا اسف يا جماعه. إيه انا دلوقتي دخلت على ارتكل رقم 356.5.6 اللي هي تي ام اي سبيكترم فاينايت ووتر ديبث سبيكترم فور نون بريكنج ويفز. اول حاجه بص هو اسمه ايه؟ اس، ماشي، سبسكريبت تي ام اي اللي هو السبيكترم بتاع تي ام اي از جيفن از ذا جون سواب سبيكترم مالتبلاي باي ذا ديبث فانكشن اللي هي فاي اوف اوميجا. هو عباره عن ايه؟
يعني انت عشان تجيب السبيكترم بتاع التي ام اي تمام، بتضرب السبيكترم بتاع الويفز في الفاي اوف اوميجا. طب الفاي اوميجا دي عباره عن ايه؟ بتساوي اوميجا اوف 5 بضرب باور اوف 5 كي على اوميجا في 2 جي سكويرد في كي اس 3، وير ان اوميجا بتساوي كي في جي في تانش اوف كي دي. طب تعالى كده نبتدي نطبقها بمثال بسيط، يعني هي محصول له زي شويه سمبليفيكيشن معلش، بس يعني كويس مش وحش. اي تي ام سبيكترم، اول انبوت يهمك ايه؟ الووتر ديبس. ده الحاجه الجديده اللي عندنا دلوقتي، انك انت عندك ووتر ديبس بقى موجود، فالدوبس الووتر ديبس بتاعك دي هنا بيساوي 4 متر تمام. فخلي بالك الويفز قبل كده اهوت كانت موجوده في ديب ووتر. طيب اول خطوه هعملها ماشي، ان انا هحسب الكي اوف اوميجا تمام، هحسب الكي ويف نمبر. انا عندي كل اوميجا، معلش انا عايز اعمل بس الشاشه بطريقه ثانيه مختلفه عشان تبقوا شايفين انا عايز اعمل ايه بالظبط. طيب الرسم اللي احنا شايفينه دوت اللي هو المفروض ان هو بالاس بي ام اللي هو المفروض لونه احمر اللي هو دوت تمام، ده هو الويف سبيكترم بتاعي تمام، اللي انا جبته بشنايدر او جون سواب او وات ايفر الحاجه اللي انا عايزها. وتعالى نبتدي نعمل التيبل دوت. انا عندي هنا ويف فريكونسي تمام، الويف فريكونسي بتاعتي انا ممكن اخدها بالارقام ديت 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 من 10 1.4 من 10 لغايه ما اوصل لاخر الرينج بتاعي الوحده بتاعتي ريجن بير سكند. ده كده ويف سبيكترم بتاعتي. طيب اول حاجه انا هسيبها عندي ان انا ممكن اجيب قيمتها هي قيمه السبيكترم بتاعتي اللي اس مثلا بتاعت تي ام او اس جونز ويب بتاعت الويف بتاعتي. يعني انا عندي عند كل فريكونسي تطلع القيمه بتاعتها بتساوي كام، وتفضل بقى القيمه بتاعتها تطلع زي ما تطلع. متر سكوير على السكند دي وحده بتاعت ايه الاس بي ام بتاعت السبيكترم بتاعتي، عند كل واحدة بتديني شكلها ازاي. يعني مش نفس السكيل بس ايه اولموست يعني نفس الحاجة. تمام طيب. انا كده جبت الاس بي. طب الحاجة التانية اللي عايز اجيبها بعد كده هو اجيب الكي ماشي، الاكسبريشن ريليشن شيب. يبقى انا عايز الحاجة اللي بعدها على طول اجيب قيمة الكي تمام. طبعا الكي هي فانكشن في ايه؟ في الاوميجا صح؟ ودي المعادله الابروكسيميشن اللي بتطلع لي قيمه اللينس بتاعتنا الجي هي عجله الجاذبيه في بيريد سكويرد على 2 باي في تانش 4 باي سكويرد في دي على تي سكويرد في جي. فانا لو جيت عوضت في المعادله دي انا جايب الخطوات، يبقى عند كل واحده من دول هضطر احسب اول حاجه التي. دي سهلة مش محتاجة تعمل لها خانة لوحدها، بس ماشي نحط نقطة تي دي المفروض الوحدة بتاعتها بالسكند أو دي عبارة عن البيريود بتاعتك تمام. أنا عشان بس الناس ما تتلخبطش أنا ممكن أعمل هنا ديفينيشن كده عشان ده كده إيه قيمة السبيكترم ده هنا هو في البيريود.
وين هوت قيمة الويف لينث. أو ويف نمبر، أنا آسف. ويف نمبر. وين ويف بيت. تمام. وبرضه دي هجيب القيمة بتاعتها. ماشي، والمفروض الوحدة بتاعتها دي هتبقى بالسكند. ودي الوحدة بتاعتها واحد اورينت عامل. طيب انا كده جبت التي، جبت اللينس بتاع كل بيريد، وجبت الكي بتاع كل بيريد. بعد كده هجيب ايه؟ هبتدي اجيب اللي في الجزئيه اللي بعدها. تمام، هجيب حاجه اسمها الديبس فانكشن. ماشي، اللي هي فاي. انا مش عارف ازاي اكتبها ازاي بالكمبيوتر، بس ماشي نقول هنا فاي. تمام، فدي عباره عن كوساين الكي، يعني باخد الكي اللي هنا، باخد الكوساين بتاعها، باخد الكوساين الكي في الدبس. تمام، وبقسمه على الشاين الكي في الدبس في اوميجا سكويرد في الدي على الجي. طبعا عندي انبوتس كلها موجوده فوقيه هنا اهو، يبقى انا عند كل واحده من دول هقدر احسب القيمه بتاعت الدبس فانكشن بتاعتها دي. طب لو انا هبتدي اعمل ايه بعد كده؟ اهوت ان انا اخد السبيكترم فاليوز اللي هي ديت، وهياخد الديبس فانكشن اللي هي ديت، هاخد دي وديت، وابتدي اضرب كل واحده قيمه، هضرب دي اضربها فين ودي اضربها فين، ومن خلال الكلام دوت اقدر احسب لو ضربت. يعني انا ممكن نديهم ارقام عشان تبقى الدنيا سهله شويه. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. فأنا بقول نوت إن الخمسة دي بتساوي عبارة عن واحد مضروبة في أربعة. يعني واحد في أربعة. وهيديني هنا هيديني هوت الـ TMA، الـ TMA spectrum. اللي هي نوت S TMA. كل واحدة بتاعتها طبعا متر سكوير على السكند. تمام، يبقى احنا مرة تانية احنا حسبنا السبيكترم عند كذا فريكونسي. تمام، وبعدين حسبنا البيريود بتاعت كل اوميجا من دول، حسبناها قيمتها كام، حسبنا ويف نمبر. تمام، حسبنا الديبس فانكشن بتاعتنا بتساوي كام، بعد كده خدنا التي ام اي بتاعتنا بتساوي ايه، ومن خلال اخدنا السبيكترم في الديبس فانكشن ادينا هنا السبيكترم بتاعنا اللي هو المفروض لونه عندنا هنا هو اعتقد اللي هو الازرق دوت او الاسود ده، انا اسف، هو ده الديبس فانكشن. طبعا هيحصل زي نوع من انواع الشولينج، فتطلع فيه ويفز تلاقيها عالت، فيه ويفز ثانيه يحصل لها اتكسرت وهكذا. ده كده اللي حصل معانا. اما جه عمل هنا في الماث كاد هنا اهوت، ماشي، هو هنا ماشي بنفس الترتيب بالظبط، يعني بالعكس احنا واخدين الترتيب من الماث كاد. يعني فادي الكي اوف اوميجا، تمام، جاب لك البيريود بتاعت كل ويف، جاب لك اللينس بتاع كل ويف، جاب لك الكي بتاعت كل ويف، جاب لك الديبس فانكشن، جاب لك الفاي، واخر جاب لك السبيكترم بتاعنا عباره عن. هل في حاجه مش واضحه في الحته ديت؟ هو انا بس عندي سؤال، ايوه، هو انا مش فاهم احنا امتى يعني spectrums دي ايه الفرق بينها وبين بعض، يعني امتى بنستخدم كل واحده او على اي اساس مثلا؟ ايه سؤال مهم قوي. إيه هو طبعا كل منطقه جغرافيا بيبقى لها سبيكترم خاص بيها. يعني احنا دلوقتي احنا خدنا، تعالى كده نشوف الكود ونشوف السبيكترمز الموجوده فيها. تعالى كده نتكلم على واحد واحد. انت عندك اول حاجه اللي هو بي ام سبيكترم وجون سواب. تمام، احنا لو بنتكلم مثلا في البحر الاحمر عندنا في مصر، فاحنا بنتكلم البحر الاحمر في العاده ما بيبقاش فيه البيكس العاليه ديت، فاحنا في العاده بنشتغل بي ام. تمام، لو احنا بنشتغل في حته فيها يعني جو عالي قوي زي مثلا بحر الشمال، فده ديفينتلي بيشتغل بحاجه زي جونس واب.
لو احنا بنشتغل في حاجه زي البحر المتوسط فاحنا ممكن جدا نشتغل بي ام، تمام؟ وان كان الناس بتفضل تشتغل جونز بايب كنوع من انواع ان هو بيسيب نفسه او بياخد فاكتور اوف سيفتي عالي شويه. لو تمام. بنشتغل في حته فيها شالو ووتر شويه، تمام، حاجه فيها يعني تاثير الدبس بتاعنا مؤثر قوي، فبنشتغل في تي ام اي سبيكتروم عشان بيدخل معانا الدبس، معانا تاثير الووتر دبس بتاعنا القليل اللي بيخش معانا. اوقات بنرجع حاجه ثانيه اسمها تو بيك سبيكترا. التو بيك سبيكترا دوت عباره عن يعني دبل بيك، يعني اتنين بيكس، يعني بيبقى منظره حاجه زي كده. يبقى في سبيكترم بالمنظر ده وفي سبيكترم تاني بالمنظر ده. يبقى اتنين بيكس مع بعض، طبعا انت تاخد الجمع الجبري بتاعهم فبيبقى بالمنظر دوت. ايه المنظر ده؟ حاجه زي كده. تاخد الجامعه كده، بس في عندك بيك هنا وبيك هنا. البيك الاولانيه اللي هي بتاعت الفريكونسي القليله معناها ويف لينث كبيره، دي بتاعت اللي بيسموها بتاعت السويل. والبيك الثانيه بتاعت السي، يعني معنى كده انك انت في المنطقه اللي انت واقف فيها ديت حصل لك اتنين، في تاثير، في اتنين ويفز انت بتعاني منهم. الاولانيه جايه لك من مكان بعيد، البيريود بتاعتها طويله ومنتظمه اللي هي بتاعت السويل اللي هي بتبقى ديت على الشمال، فريكونس بتاعتها قليله او اللينس بتاعها او الويف لينس بتاعها طويل شويه، وفي مجموعه من الويف الثانيه مؤثره عليك لوكالي في المنطقه دي نتيجه اللوكال ويند، بتبقى فيها عندك البيريود بتاعتها بتبقى قصيره او الويف فريكونس بتاعتها بتبقى عاليه، بتبقى عامله سبريدنج عالي قوي اللي هي الويف الثانيه اللي هي موجوده هنا، وانت بتاخد الفورميشن بتاع الاثنين دول. ده بيحصل في المناطق يعني طالما في تاثير لللوكال ويند، يعني هو ده كومبايند ويند سي اند سويل بي ديسكرايبد باي دبل بيك فريكوانسي سبيكترم. فالاس اوف اوميجا دي بتساوي اس اوف ويند سي زائد اس اوف سويل. انت بتاخد دي وبتاخد دي، تاخد اثنين سبيكترم وبتجمعهم على بعض وبتشتغل على هذا الاساس، مومنتس بتجمعهم، سيجنفكت فايت تجمعهم وهكذا. يعني دي احنا مش هناخد الابلكيشن بتاعتها دلوقتي، تمام، بس يعني ايه يعني بس مجرد العلم. زائد ان هو اوقات بيدخل فيها تاثير الدايركشن كمان، يعني ممكن تلاقي في واحده منهم تاثير الدايركشن بتاعها غير الثانيه، وده طبيعي انك انت ممكن تلاقي ان اتجاه الويند دلوقتي جاي في اتجاه وجنريت مجموعه من الموج في اتجاه معين، لكن السويل جاي في دايركشن ثاني. فده اللي حصل معاك، تاخد نوت اس اوف اوميجا في دي اوف ثيتا اوميجا، تمام. دي هناخد الابلكيشن بتاعتها ممكن قدام شويه على هذا الاساس يعني. طيب ايه الاسئله الثانيه يا جماعه اللي معاكم؟ تمام، يبقى احنا كده نكتفي بهذا القدر النهارده ان شاء الله. المره الجايه بقى ناخد حاجه اسمها ازاي نطلع فيلوسيتي سبيكترم او ويف انديوسد فيلوسيتي سبيكترم. لو حد اخد ماده البايب لاين المره اللي فاتت، ممكن السنه اللي فاتت، ممكن يكون مر بيها قبل كده. دي عباره عن انك انت عايز تطلع فيلوسيتي موجوده تحت الميه، تمام. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هنشتغل فيها ان شاء الله المره الجايه، بس هي كبيره شويه تاخد مننا مجهود شويه باذن الله. تمام يا جماعه، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله. الاسبوع الجاي هيبقى اونلاين مش كده؟ عشان في ان شاء الله. خلاص باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. الامتحان هيجي ازاي؟ الامتحان هيجي ازاي بتاع الميد تيرم؟ هيجي حاجتين، هيجي مسائل، تمام، مساله ستريت فورد ما تحفظش القوانين، لكن رجاء انك انت الحاجه تقدر تعملها دلوقتي انك تحل السبيكترم مره واثنين وثلاثه بحيث تبقى ايدك ماشيه فيه. الجزء الثاني انا هسالك نظري بس ما تحفظش، لكن انا هجيب لك مالتيبل تشويس، هديك اختيارات.
والاختيارات ديت هبتدي يعني هتبقى فهم الموضوع، انت فاهم الموضوع قد ايه؟ اسئله مش تريكي وما فيهاش لعب بالكلام، بس انا عايز اشوف انت فاهم الموضوع كويس ولا لا. تمام؟ تمام اوكي، هنشوف كل اسبوع جاي باذن الله ان شاء الله. دكتور بس عندي قبل ريكوست كده، المحاضرات. نعم؟ المحاضرات المحاضرات المسجله. حاضر، حرف على اليوتيوب. حاضر حاضر، انا رفعت في الاسبوع اللي فات. بتاعت الاسبوع اللي فات بس حاضر. في اللي قبل كده ما تسجلوش، اللي قبلها اللي كانت في الكليه ما تسجلتش، بتاعت السبيكترم اللي هي في الاول خالص، اول السبيكترم خالص. طيب حاضر، هشوف عليها لو موجوده حرفها برضه. حاضر، اوكي يا فندم. شكرا. العفو، مع السلامه. شكرا.